نبي عليه الصلاه والسلام مركو مدينه يمي بلشو الدين يدقل له يمي يهود ما دقنيت صومها الدين يدقل له مركي تنبي النبي قوح كده على المسلم كأنه يهودي كالصورة حديث في صحيح مسلم قوح كتلمامية يهودي واحد رمسنا يتقبرده مركي عادة ده شو إنا نقول قبل لو ذاكين نظن الله عنين لقفوا قادة ديتنا قرآن بس يعد دقيم حي شيء يسألونك عن المحيط هاي قل هو آذن فاعتزلوا النساء في المحيط غليل ديتنا نبي قوح كتلمامية عليه الصلاة والسلام قبرده مركي حيط قلادة هاي والله قال مونا انه نوحي كلا ولا لو داريا والله قال مونا انه الموياني وحي كلا نو والله لا عنا يا ولا لا تشوغا يا ولا دوكانا يا ولا لا نولانا يا وحاسكا كذب يهودي وحي لهذه حديث صحيح مسلم كي قال ما يريد هذا الرجل ان يدع من امرنا شيئا الا خالفنا فيه بينه ان كان ما بربه الرماه يجي وحكم اذا الا ينون خلاف ابو دوريا نحن أمة متميزة أبو سوساري وما نقني أسلوب نلولاد يا وحول بك قدسا ولذلك هنا بقول عليه الصلاة والسلام حديث في إمام أحمد يا أبو داود مورينا يا شالبان حسن كنت الإمام يا من تشبه بقوم فهو من قفك عيد سوء كيسية سوق تضحن وصنا يوم ما الله بأشوغ سوما تضحن وصنا يوم حلوية غارنا انت بضن innaa ga wada madayna inu rama yeesho mariyo jeexjeexan xidho oo caynkaasi qaabka inuu noqdo soomaa haddaan intii soo xidhato waxa odhanaysa wadaad kuwa ku yara dhuftay soomaa tabaan haddaan kuwa isoo kasiya bulshadaasaan ku biiray weeyahay inay bulshada sida uu fakaraysa ama qaabka u nool baan ku biiray qofku bulshada uu isoo kasiya buu ku biiraa ولذلك بقى أمضها الدنيا تشوغا أمض ولبا وحي تعشهاي إن يالته وحي كسو عنته إن مركا قفك موقال كيس الله أركو عنده وكتر سيهاي موقال كيس الله أركو مظهر كيسو إنو شاقا محي وحو يهي مظهر كيسو لك ترجمه إلهي قرآن كوي حكولي يهي حد كنت هذا قال هذا أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء ما تعملون ورنغ فوين وكل سعي وحن صمين إنسان أن ونبري بك هيدوك ونبري بك تين ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم قفك مؤمن كي مرك وقف مظهرك أما موقالك هي أركتدا هي منطقة هي هذلك هي نقمك هي أخلاقك هي عقيدة هي نلوشة أركتدو كقبه هي سياسة هي نقمك وحول بك قدسا عندي أن مبدأ أكون رأسي سنين قال لك يا با بعض الجزئيات الصغيرة بني آدم كونه سوية بيما ضه عنا هنا هنا لو ده معانا توي نجي يهودي يا مسلم جواز كصورة قال يعني بعض الجزئيات ما هو واحد لكن وحى أستعان الله يا غاني بني آدم هو كخلا بحه وهنا نقطة أمضو تمييز كاسين إلى هذا ولذلك با أمضو لبا وحي تشابسها شخصيات كأفراد دي هذا السيدة أي ربطين أي ومرستو من أبقى أي ربطين وياشو وحي تجابسة أمد والبا إن أي أمد دي هذا وياشي هل يلغو الضيدو ودا يرتي هذا الضمب شخصيات دي أكتو ذا كاهد شخصيات دا موقتين لغو الضيان أي هذا هي قوة مركة الشخصية المتميزة هي قوة نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام إلى قرآنكم حقول أيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا انت بدن تطوى آية مكة استدلال يا محيكا والربانون ما ظاهرت يسرنا يا شا مكة آية ما تقع نحن يكسو دكتي غزوة واحد بيس غزوة خندق بيسو دكتي في سورة الأحزاب كشرة السماء غزوة خندق بيسو دكتي نبي محمد وحلا ينوت الماما ينين وكقضى ينو رقان نمضى هي الصبر وقال اسكا دعسكا ايو عدقوا الهي وبابعني قيدة هي هنا شخصية متميزة أمة شرتوك كيان كذا لين النقطة مركز الهي وحلا سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة دي سياستها دي جهاتها دي نلالتها دي وحبرشة وحوال بين النبي محمد قضى عليه الصلاة والسلام
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا كور في عن بأ إلهي سبحانه وتعالى يا كور في عن قف إلهي دك وقيا ري وإسنا عمل صوبا سمين إياه وشيغان إياه إنه يهي مسلمان هي كفان إياه وهو يو تلمامان إياه وفان مدن ربي يو تلمام إياه إن أن إكا قول في عن إشرين نكاسكو أمانا إليه إنني من المسلمين شيغان إياه إلهي ما إنه أمان يو حليه ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة. يا كدين في عن بأ إله إليه يا كنقب في عن يا كنضد ما في عن كن ربي يوهو قان سمي بسبب محسن ومتبع الراعية وفي رسوش اللي سوديبي إله سبحانه وتعالى وحليه سبغة الله ومن أحسن من الله سبغة ونحن له عابدون. سبغة الله بالله واحد عشرت يهود يكريستن كي وحي سمين شرين واحلى إذا ده تعميد دو وفكو مركو ده شاء الله كينا ده بتنبيا لن حقاليا لغو مرد مرد وذات كوا حطفة مكا يعني وحويا هوية دي بالسي يهود نمديا من نصران نمديا مكيسة لسي كاسة تصبيغ الله إذا سبغة دواكا إلهي وحلي سبحانه وتعالى سبغة الله بإلهي وحالة والولاغة يقول وحبوك ما تشيرانه وامحي مسلمين توحل لا سبغنا الله سبغته سبغة الله إلهي الرنجي سبغة الله هو الرنجي وقف إلهي مدبئي وقف صعي بشر كأنتي سكالي ومحال الله صعي إلهي سبحانه وتعالى ومن أحسن من الله سبغة ونحن له عابدون. إلهي سبحانه وتعالى وحينو تلمامي قف كمؤمن كيلا تلمامي يقف نسبة الشيكتة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نقني دينت ربي كرا لنغضي وقف بسم الشيكنا وقف كترسن بلشي إلهي كنت تلمامي بشر كينا يقصر ريسه كنتم خير أمة أخرجت للناس بإلهي فحتين محي خير أمة أخرجت للناس دتكو يوفعنا وخير بدنا إدتك الله صوص عربا إلى هلي حيث يدا خير يدا دوا محي تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله خير يدا يا أمانتنا ليدين وحويان إن ربنا رميسان تهين حمحنا الريفتان سمحنا إسفرتان تلمام تاسبا وحي ذكر لك تينا نغطان محي خير أمة شخصية دا مسلم كوا شخصية متميزة كنصوا عن قوة كالي إلهي وحو رسول كيسا كله يوحى ترادا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وحتر هذا ما إلهي ذكروا جد كي إساقا نغوية ريادك على بصيرة أنا جاي قوة الراعبة منننهن كما نمدنهن محي مشركين كما مدنهن متميزين عن أهل الشرك بانون دا تكسوا عنو كم موضة قوة شرك قوة إلهي وحينات المامة يقف كم مسلم كا شخصية دي سوينة تهي نولوشي سوداني نو ربي كلا كلمه وقف قايدة نسكي سكا قاتم حي هاجي هيسة يا هاجة رب السماوات والأرض العليم الحكيم الخبير ذو الجلال والإكرام إله علمي قبضاً يا خبرتاً بضاً يا قوانتاً بضاً يا خالقه أي إساقة هقوه قانك وهي بشرك بشرك هقايا كور وإن دولة إن دولة هقايا نين دالة يهدون إنك الله إن دالة وشيو ديبتك ورني لكن رب السماوات إنك وهقايا وإنه قفانا وشخصية متميزة ولذلك بأ إلهي وحي النبي سيكولي عليه الصلاة والسلام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إلهي النبي سي محمد عليه الصلاة والسلام حكولي وحتر هذا إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين عبادة ديدة قور عيقة نرى الشيدة قير ديدة يعني نرى الشيدة ما انتهت بإلهي بأنا قوصت قنطي وانوي بأنها استاذ
هاي ويبان صارناي طريق توصلنا طريق المستقيم هاي ويبس طريق مستقيم ما كتوصل ما صارنا هاي ده ورب العالمين كحدي سكون صعبة عدنا وشريكي لما يو وانا لا يفرينا سيدا وتوصلنا ده وانا اول المسلمين إلهي سبحانه وتعالى وحد المام يا شخصية ده مسلم كي مركزي إنه كسو عناطه وحكى لين الدنيا ده كتشرون لكم دينكم ولي الدين بإلهي إلهي إلهي سبحانه وتعالى حكوت هذا والدين تيني يدقى كي نيا مدب كي نيا أرجينا ليدي داد نمدي نيا بيرسنالة تيجينا ليدي أيضا تيجي نيا هو يدينا ليدي نقار قال أنا قنا محي ولي الدين ده أنا كيغان تاغن إلهي وحينا تلمام يا إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي جن وحا ويدي ستارين وكتك توصل يدكو هنونيو كتك توصل إلا تلمام يا وكت معالم له وكتد أي هقاميان بشك كم مضاني ولذلك ما وحل لي واحد ترى دا إله واحد نوحن ونسامحي صراط الذين أنعمت عليهم وكت هل ييقار له كوي إله واد النعمة يسجد كود كو ربي ونمعي وكوي وان بيدي صالحين تيوحي وكت كاقاضي وكده هاجيان نوح يا إبراهيم يا موسى عيسى محمد عليه الصلاة والسلام يا يوسف يا يونس يا داود يا سليمان أنبياء الله يا قانو أو بشر كعدك وإلهي كدورتي وكده واسي قيادة روحيان وقدوة له وكده لجومتي سلاح حده سلقود بيد له ولذلك ما إله إله سبحانه وتعالى وحتى الأهدان وكده عيستان إله وكده توصلنا وهنوني كده يا إمارين الذين أنعمت عليه هو نجوي عمحي شتك دك اللي ته اقا قاون شتك وحما قرات هذا وكوه صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لو نويداري شتك كوي أدو عراطي هي قوة اللومي قوة الله عرضي قوة اللومي على كوسدة اليهود والنصارى كوسة على كوسدة نينك كواس على كو غادا كو وهاوي يكدعي وشخصيا لنطي انبطي وشخصيا لا شك هالمانطي اذا ايها الاخوه شخصيه ده مسلم كاهي وشخصيه مصدر كده عزته يا كرامته يا ضدنمده يا فانك كلا كلنت او هي محي لقد نزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم با الهي حنيدين سوى دوشنا كتاب وكتر محي ذكركم حسكي نية شرفتي دي نية مدنانتي أفلا تعقلون با إله إليه ميدان عقل يالا نيدان عقل ما أنو يدو كتر يعني وحا لو قفانا وقفك مؤمن كاها ما شخصية دا مسلم كاي قفان تواحا ويان إنو هستو كتاب من رب العالمين كي ما إنو الديمقراطي هاي إنو عرفت كلاوة طيب فلسفي قلبك ما فلسفي بشر قلبك يا وحبا قارو تلمامي حتى كهوتك كريمة قدر فلسفي ابن آدم وتقف تبصع ده ماها يوحي تبصع ده محي كتاب ربي حقي كيمي رب السماوات والأرض كتابه كيمي إذن وحا وكفا أنا يا مماشا وكرامة كده يتضني مدوى محي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون بإلهي شرفته يا عزته يا كرامته ربي يا انتو سيئي بأسرانت ربي سبحانه وتعالى يا انتو سيئي انت رميسي منافقين تسيئي تأمه وقبا إلهي سبحانه وتعالى كتاب كاسي يا عقيدة ذات أي وحي حددان وحي قابيان موقال كقفك السيدة ونقون أيها مظاهر الإنسان محيد هذا يصير معتقدات بيد هذا قفك وحو محبوس فيها بيد هذا انده وحو الرميسين سوما وحاد سمعيني سده وحاد كوغن عسلتي وحو ناكسيني نوي سعين كما لذا تحلاني سوى مرات وحا كل رميسان تهين مرح الرقطي هذا الرميسان تهين مرفو الحماين تهين ميل قاضان سا مايا يعني وحو ايان انسان وحو حكما وحو ايان معتقدك وحاو الرميسين يهي ايا وحي حكمان مظاهر تيسان هذا يقفك اسخلافته وحاو الرميسين يهي مظاهر تيسوا محي
وقف متناقضة وقف سبوريني برين برين كجرت وقف عن سقنين وقف عن أفكار تيسو أما معتقد كيسو توسنين. ولذلك ما النبي يقول عليه الصلاة والسلام حديث الإمام الطبراني ورينا يا شيخ الألباني حسن كنت المامية ليس منا من عمل بسنة غيرنا أبو نبي نقام ميدها ككل نقمة دقا كغير كي أبو نبي عليه الصلاة والسلام يعني قفك مسلم كاي ما دام هو مسلم يهي ما دام هو كفانا ينو ربي كحرين يهي ما دام هو كفانا يهل يهينو كبين يهينو كوي ربي دورتي يهي أنبياء يا الرسول يهين هدي كيس يا سمات كيس يا موقال كيسو نقا كيس يا أخلاق ديسو وحلا لي أنه لا شيء سوى حكا صوبة حيونمي وين ينقضان قوة في الصورة دي لها ينقوة له ومثلا مسلمة هدات شعي تهي شعي ما كفانسي ملحي تهي وحي ربي وشيك تدويات كفانتا صحيح ما إلا ما تؤمن لا بالله ولا بالرسول فروا ما يسنين ما دام اطلق ما يسنين واتكفى نيسا اتكفى نيسا بحي التنوير العقلي فلسفة دي ووينيدي دي هبلي هبل سيدة يالاني اركتدو دي هداد ما هي سوينت ما هدي اللي لم كانت هي ماركس هي واريسي وفق مؤمن كاي ده دام ورشيقة يو قرآن يحديث لقوا يوحل ورانية تنوذات ماها صحيح ماها اللي وحان شيقة يوحى يهدنا إله يا رسول ما عين كان يدن يدن نغضو دي إله يا رسول بور كودة اللي يقوى ايو وورك اللي لنا أنبضي معنى يدبح ويان ليلا كاقع ما إلا له إذا ننك شعي قاهي موقال كيسي يا مظهر كيسي يا منطقيسي يا ركتديسي يا هذا الكيسي وإن شعي نمك موضع أيها الأخوة دوني دو مركا مان يعني مركا الشخصي المسلم اللي قوى الرمان انت بدن تطوحي قوى الرمان مقومات كده سمات كده صفات كده لكن انت انا كابت المامين ودو وحا الرمان ان يدرسيه وح وح فضوط ان انا هنا وح مهمة دي ده لو اباها ان قفكو كفي تقنا دين ايتا دوني دو وحي ده دان وحي كتر تصراع الهويات عالم كل الله الله بكتره لا الله ما ها حبضا الله يسكن بفطه حبض هو حفظه حبض غفل قل انت آخر بالله دري وحوين ما ها حبض لكن دوني دو حي يسكو وضع إن هوية الله مصحه أقوان سيغا ومدلاء داي دادن مدى ومدلاء داي تريتان كيدا إن الله مصحه إن لغوار ديغو إن أمتك لذيلو نغطه دابا نلف ولذلك صراع الهويات كأمضها كان نحتاجاني ومت حوقا أمض دي هوية دي الشخصية دي ويدا وحي نغطى أمض دوني دا تبصع طا وحبك أهي أمض غالبا مركا وحي تجابسا إني إلى لسه هوية دا سينا عني دمانين مركا ساعد نقن إيه هيد إيه وحلوة دا رادعية مركا ساعد السلوب والحياة للرادعية ونسال الرادعية معتقدات في يوم مضى تاني وحي كومي دوبيسو دي بشر كما هارناك حن ميل تالة وضد نولا الوداقة نولا شمحي كو وداقة يعني وين نغطى عقائد مبادئ أفكار نقر هدى تاريخ وين وحي وداقة يعني شرته إلهي سبحانه وتعالى وحي نطل المامة يوحي إنه ينقو حكو وداقة ناينتين نبي الله موسى هارون حلقوري فاستقيما ولا تتبعاني سبيل ايه سبيل الذين لا يعلمون توصنا دبا الهي كيري وهالراعين اتشتك قوة وحما قرطة دبا الهي نك الهي قرن ويامير وحقرن يامضو هيزتا فمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق كمن واعمى وان دول ان دول هدوكو هذا كورا دبا تادوش ان دول ديبتو ترى هذا النوار عندي ربي قاعد قروي دي نلاش هو متحيز واللنسي وحرب التلمامة يا مركة دتك وين كلا صعنا ده نوع جو الباب أفكار تادية عقائد تادية مبادئ تادية ركتي تادية ضد لماذا دك صعنا وحتى فرح حد لما هو ذاك نبي محمد عليه الصلاة والسلام دينه يبي ده تنوع حركي غير مدينه مال الدبال دقيه وربا بحبه ودم مال ما كان الدبال دقيسة أعلى والله ما مال بودو في جاهليتنا أن دبلتك ترنا عينها سيعيد نوها ونبوك عليه الصلاة والسلام قد أبدلكم الله خيرا منهما إلهي لمك خير بدن بيجنكم بدلا
عيد الأضحى هي عيد الفطر قال هو ده بلد قبل اللي شو كي هو كان يمكن بعض الرئيس قال لو كريسماس كي ونيو يير كي ومالنتي هوانك ومالنتي ك مال ما هني حاجة ما ده ده كان مال ما هنو فرح سيء هتر بدل عيد ده كبدل إلى حد ما أنت فرح لك أدون في اللون ده بلد قيو وحن ضد باص ما يست مسلمكم حود بلد قا إلى يحن ويد مال ما فرح وقارب بلد مال ما فرح إنه وامحي ويوم فطركم ويوم الأضحى أمم سيئوا إلى الشدان حياة بضم بيسمعي مثلا دوني دا واحد مغشين التعليم الإجباري دول قال لا يراوي هرومري سقال سنادود أما طبعا سنادود أو أخبر شاو قف صلبة شرا قف والبين البراء حال الله برايا ما علما علم الله برتو سقال سنادود أما طبعا كده لا دكسي نحن حال برتو ما علما كصابحة حضورا ما وحال الله برا سيدا يومدن هم جيني يسوح الله سيدا تبكى ولد مولا الله سيدا برشاد يسوح من نقول الله سيدا أفكار الله سين لها سيدا معتقدات الله سين لها سيدا تبكى ولد مدى بنقول الله بلا برا سيدا وغصو عنا الله أمم ككالة سيدا ككالة سيدا وغصو عنا كار لها حين هذا أمم حد بيقار سير مثلا ماذا كان يرى جبان ليه هذا جبانيسكو وأمد النعب دبت دينا يوبحان dulka kaleena tigaa mana jacla koodana in la yimaado bayraada sabab kale oo dhan ma haba yiraahdaane waxay aad u jecel yihiin inay dhaqa koodiyo hindahooda ilaashadaan marka wardayno dadka kale u tagtagno dabad u yaac u noqoba toomil maynaabay leeyin haday inagu soo bataan iyaguna wayna milayaan waxaynaan xajinno waxay xajisanayaan magaranaysa waa confucius iyo buddhism iyo diinta la ilaalinayo waa noocaas inta asaasi loogu mintidi lahaa loo sameeyay waxyaabo badan oo lagu ilaashado maca iyagoo wixii anfacayay way qaateen technology-ga ma yiraahdeen in iska dayno iyo kuwa ayna waxa ka qaadanayaan ma technology-ga waxaa u hijroodeen siyaasadaha sameeyay arda yar oo la diray buu ahaa oo jaamacad jar mara loo diray oo jaamacaddii waxbarashada ma ku cabaar wadwaday arkay tiyarigan badan lagu wadaa inaan waxba ka suurtagal ahayn intii yareed uu bariiska u sitay ayuu injiin kaga soo iibsaday meel suuq ah dabeetara wixii shiba uu gaadh waayo safaarad uu tago warin yaro kale ugu dara buu yidho intii uu isku biiriyay ayuu injiin yar samaysto dabeetara wuxuu injiinka yare jarba ku sameeyay haddaad inta furto taxbud iyo xbad u dhigto nasku wada dad ugu shaqaysiiso oo si fiican u barato barina gaadh waa tamay karaysaa buu injiinkiisi yaraa buu iska watay jaamacaddiina tiyarigeedii buu iska qaad qaadanayay waana ka tiyutahana maqashaan imra dunida inagu waalay kambanigan dunida wareeriyay arda yaroo jeermani loo diray oo jeebkiisa wixii ku jiray injin yaroo gaboobay intuu ku iibsaday gurigiisa la fadhiistay buu ahaa idan wixii dunida ka anfacaya way soo guuriyeen laakiin waxaan la isku haystay aan la rabin in la guuriyo waaxay waa namad alxayaa iyo muctaqidaadka iyo dadku say u fakarayaan iyo dhaqanka iyo huga iyo waxa la xidhanaya weeyaan ummad waliba waxay isku daysay inay waxeedaa ilaashato faransiis مثلا waxaa mamnuuca mustalaha terminologiga ajnabiga afka faransiiska ka in dacaayada iyo eelaanaadka propaganda iyo idada in lagu soo daro waa mamnuuc qaanun baa diidan innagana hadda soo marto suuqeena boor dukaan ku dhaseen ma jiray ilaa waa fingriisi soomaa waxaan la garan in qoro in modernkeeda waxaan saa ku wada qoran soomaa yaani wadan dhamina qaanun buu ka soo saaray inaanu iclaanaadka wadanka aanu ku soo bixin maxay wax mustalaxaata terminology oo khilaafsan ilaa xad dadka iskaashiyooda say u ilaalinayan bay dhahdeen xijaabkuna waa mamnuuc gabar duuduubanaya inaga daaya oy dadkii ka gedisantay gabadha muslimaddii markay xijaabkeeda xidhato waa maxay ana da muslima bay leedahay oy kan anigoo muslima saxanka maaha ruwanidii ka gedisani weeyaan dee madaahirtayda sheegaysa inaana dee la noocahayn qof gaarabaan وقف دعوة سيدي سوتها وقف ينا وحيلين ما ينقوا ذي ميسان دعوة تنوسع المشي ليلها عام كوردن وين الله رقب مرة حجاب سيدة مع قانون الحرية وشنا قانون الحرية محل لو قلت بقوا هاي وحيلين ثقافة كلية وحكلا صافية إذن جماعة كستوى بن آدم ككمدي وحي إلى شنيسة وإن رميسانتي معتقد باشرهت بن آدم كعيد والواق رميسانتي محو هايستاين يدفق وصرعية لذلك لا يقرأكم حقوق لقال هذا مكي لقوا الربي ولا تصبوا الذين يدعون من دون الله
فيسب الله عدوا بغير علم. وأيه كذلك زينا لكل أمة عملهم. إلهي وحي الله سبحانه وتعالى قوة قالت وحنا يعابد يعني سلامة وضحة كعينة بإلهين وضحة كعينة ديك كبير لوين يقول مركا وحي عاية محي إلهي بي عاية مالي مركا قف كان دقيح يسير وسقوا أبا مطيبا لوين دقيح يسير دايوها كعينة بإلهين دقيح يسير باطل يا شيخ لكن عاية قوة مسألك هكا عاينة بإلهين سبحانه وتعالى. إلهي وحي الله كذلك زينا لكل أمة عملها ولول بوحو ذا لو قرحي الله قرح بضر ما دام وحي شو الله قرح بضر يهي وين قدر را وحي ساينا لغا بدلين للقن عيمو يعني وين قدر را إنها لغا بدلين. إلهي وحي الله سبحانه وتعالى مكا قلول بوحي الربطات قوك أركان إنا كارتي سأسو يردواتي أما حتى مريه سأسو يرحلتي ساحب كل نغنيها وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك إلى عيوني فنصي آيات لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. إلى يوحي يوحي كل هذا يوحي أنك وحي أن يوحي كما دين كاو عيان قيب نديك كغاضته حتى قيب يك كغاضته محنع لها بإله إليه لاتخذوك خليلا صحيح بكارد قال لها ينبه إله إليه بن هذا يوحي تعليه نصيحة كاضح قال كيف كنت يديني ما دور شاري معوس حديه اللي بقال طبعا وحي صار انسان كان سكيرا قولاتي صحيح كما فاي وحي اهي ستين يمرك ويصور دحق قال قالوا فهات لا دور كان يوكو سيود دوي اهي ملاك وكالي بنا هذا مكوس كعيكا عدا عد مظاهر تيدا يمقالدة يدا بكيدي افكار تيدا كل دواتا صحيح بكاد كتاو سيود دوي ستا وحي موضي ساينو كوح سيقال لي هاي. ولذلك ما إلى يوحي قرآن كتل المامية ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى بعمل له طب الرضا قال لي عشيو قرم يمن يا بيله إلي مرك هذا لم يدنا قطع أما دايفرس تيجي شيء قال مو قل يني نقول خلنا نعين نوضار نولع نو أنت مصالح وتبدو لكن قال لي مكاية ماي وكل ريحة يا وشكد يا إنه سب في سكو قدرة وشكد يا واحد سدو في كرة سدو أبقوا وحول با كم من نقطة وحن برضا كاملة لكاري كنا قفكم مركو كل من نقطة صاحب كذا بقول شيء عشان وكيه وصاحب كذا سوى ده دريمة التين دي يا صعب ترى من بشرة أتكسي شيء عشان صعب تكلم سبب توام حي وأنا كروح ولا بقول وذاك سكون أنا كروح ولا بكتي هذا قول تكلم الله صاحبه كان هو كوسي قال بنادم كل رضا الكامل وحلا قاره مركا وقف وح ولا كسر فول يا بقى كغن عضه سيدة ديسة نقا كيسة أخلاق ديسة هذا الكيسة أردت ديسة شيكة ديسة دعن كيسة عنا ديسة وحي سعودة بمرك كل رأي لقليان رضا كامل بات قارسة يا وحي سعودة بينا رأي لقليان لأن نبي محمد عليه الصلاة والسلام بس خيرتك على أخطاب وإسكالي ولذلك ما إلهي وحلي ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون محي سواء سيدة بمركة دوني دمانت الدقال بيكو جفتاح دقال كما ورما يدقال دقالي كما ورما يدقال ملتري كما ورما يحاصر دمه كما ورما يدقال افكاري دقال دوني آدم كسير الله ربي دقال قفك للربين لصوص عروين شخص يدي بيرسونال تيك قفك وينو محين نقضى دبتنا بحيث لما أنت وحلي داو globalization العولمة حال العولمين يا ما تكنولوجيا عولمة لا قد جاية تكنولوجيا نطرح سمي هذا ماي عندنا هنا ما كان تكنولوجيا يا علمي يا قنصر يا حال هنا كنا capacity building يا إم ساب مغشين سمينار وهرجيسة كسعود الله يا capacity building capacity قالوا لي سيوان نعمة فاشكر والله ميدا بيني يا رجع كوسعة صبغة الله يجيبها وكل بين لقى رجيني إلا صبغة اليهود والنصارى يالته إلا صبغة يجا يالته واحد دنيا ما أنت دجال كصعدة الديمقراطية human rights له يمكن واحد لقى حقوق البني آدم كواكر حقوق البني آدم كواكر يمر يسمى طغانا رجوا وين حقه ناقن ما ضيع شا guys ثقل الدمرية وين حقه ورجاله سو الدنيا كمان مغل دمر كواين حقه ناقن ما ضيع شا
قبل نودي والرجل دودي سووح والبا وهو يمر رايت كلا وضع يعني هذه مرقة هراء حقوق بالوشيء الحقوق الإنسانية لكن حقوق ده أفكارتك وصلاتين طيبة مشكلة ده مين حقوق ده بني آدم كديدني ما يا حقوق بني آدم مديدك إلهي بقرآن كله ولقد كرمنا بني آدم بني آدم كوا مكرم إلهي بكرامسي إلهي بحقوق سي لكن حقوق ده حق الميزان كده ساري كتاب كله إيه يا وح حقايا وحن حقاهاي سقوي حكولي هاي إن قوم اللوط لرنقضة والرجل للدمارية ونقى لقرسان كرا وحقوا لي إن قبضة لرنقضة وإن النقضة وإن حق الرجل نمادة وبودة وإن ما هطورته وحق إلا هذا إذا إنك واحد لغير رادين يا حق أين عرور دالو قبضة أنا واحد لغير رادين يا حق أين عرور تسكيشو جيسو أنا واحد دالين وفلسة في الدنيا دو بيسكو هيسا أفكاري عقايد بالاسكو هيا تقمي يديما لاسكو هيا أركتبا لاسكو هيا هذه إنسان بطبعه إنسان بطبيعة إلهي وأبو رحمة ما أقبله إلهي مع قرآنك كله في سورة التين أخريا ولقد خلقنا الإنسان سورة التون إيشاق ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بإلهي إنسان كأحسن تقويم بانو أبو راشنل سوى صاحب عقلية وحم عقول كون أقبله كره لكن ما كان الله من أيه وحال لو قد يقول وحاق ليه شارك لوين له هو يسوق قفقه قادن كرا يا آدم با إبلوسين توي إمام أوران شنادان كاسار يا محوكو يولي شجرة الخلد وملك الله يبلا بان قطوس يا بيول ميوكو يولي إبن آدم أو شنادان ينات كسوب حضامان ربايكو في سهادية آدم يالي اللي هاوي كولت دعك قالوا لا مو يالي لكن وحق الله دور دور وشجرة الخلد وملك الله يبلا يوحق لا قطوس يا بكو يولي إنسان كا إنسان الله ما يدهدو حولو لكن حول النمضة الله أمانا ما يعكال الله بحياه وإن وحي له إباحية ده إن هذا حيوان كواكاته إن هذا قيد يالنن وحيدا بيناني تشيرين صح ولا وفكرته ووحليته لكن إنسان كالسيدة الله ما تلمان وحل له حرية راي تسكى هذا ياد استعماله حرية ده موعد كلا ربطين حرية ده تقييده وإن الحرية كدورتها حرية ضعيكة حرية ضعيكة حرية سيدا الغقودة واحد لقد قلت يا محيي اللغو ناقستيني حرية تهي هذه تربطون ناق نقو وحرية أركتدى هذا مثل إيسا إذن أيها الأخوة عالمكم أنت وحو كتشرة محيي لولن لو كتشرة أيضا تتقي الشخصيات بن آدمكم حو نقونية سيدا وغير دل يرد المسلمين تهدن بيو حكم وضع مظاهر الضعف الشخصية مقالة موتينية إن الشخصية دو دي ليدته مقالة موجرية معتقد كودة هي أفكار دو دي سلوك دو دي ليس صار خلافة يعني ومقالة محمل لغنتي لكن ومقالة أنا يوفر سنة ما كادركته شباب مسلمين وقفة أنا يا كان عدك للاذي بقما عدك للاذي هدى عدك للاذي ما المفر حداد وعدك للاذا هاي ودى بالدغية كفر أحسن وامحي وقف ذوبان لقسمي والله مايري ومسخي وقف كشخصية دي سيوم مايري ميسا لكن وحي مايري تيسوغ عن أغين ورنك والان كو ضياعدن كو مورنن لكن مدوالان وكرم حشيشة دعبو هيسال لكيرك وعد كيس ملايين كدالية لكن رامله وهيل يحدن ومرض الضغوغة انتهي وبر حدن ودقاء دلوشة دي وطماء بعد حيري مغسال ويدها هو شخصية وغم عدوان نوها لنا كده يوحل ويدي ستا حدقها الدوني ده حد كم ده بوب مار اللي بالي ده واحد بوب مار اللي ميادنو على نتخاني ما هي واحد ده وسكو اللين وخلايا يا استامي لا معنى يوده اذا ايها الاخوة حانت المامة يا وحويان إنها شخصية ديالتا شخصية قوية personality إنها قف نقطة ضمير له ددني ماله قفأة معتقد كيسا كفانايا ددني ما ديسا كفانايا وإن كفان قلسا إنها قف مسلمة الصومالية قف مسلمة الصومالية إنها طاي وإن وحل قفانا كون نقطة وحل قفانا وإن أنا كون نقطة إنها مسلم لماذا هذا قرصتا مسلمة لماذا هذا قرصتا مدبني ماذا هذا قرصتا وحل يجيني ما وين أدوح كفانة يساو نقضين أدقف مسلم الصوماليات هاي
تاسي وحي كي انسان يسامرك انا اطلم الدقون نكو نبي قلت للمامي عليه الصلاة والسلام مرامك ضعف ايماني جي ودعه ايدتك ايمانك ودو ضعيفه وحا كل دعه وحيابا بدنو اسبد الله قبردي مسلمات داهي هو يسسي بدل إيسا إنك مسلم هو يسسي بدل يا دقة ما دي يلا بدل أيه وحاصر دم وحي لم يدين تو نبي ولا يلا تتبعنا سنن من كان قبلكم وحراعي دون تابو نبي ولا عليه الصلاة والسلام دقة ما دي كوي دين كهر ريجي تاك تاكو في يدون دون باو راعي دون تابو نبي ولا عليه الصلاة والسلام حتى هتاي قلام بو نبي ولا قد مسلو قلي سلو قال لي ده سما تغانين ساعة قال لي ساعة قال لي ده طيار يربى ضب قال لي ده هذا سوى وين ورا البال لي ده هذا وده هنا تجين قد ما سلو قال لي هذا يقال أبو النبي قل عليه الصلاة والسلام لاتبعتموهم وكذا بقال إيش مثال كان يوحى وتلمام يا شيء شيء وتلمام يا وام حي ده تفي عن غفير سطو قد كم سلو قال لي وميل مدو ويرى قرمون سما ميل لقلم يجي مال وحي قال لك دابا قال ميت يعني وحط المامي ان دلا ان باد وحا وقادن اسا وحا قادن اسا ادي وان سو مرين مخي المثبات العقليه عقل جوا شاندو كارت يا سدا يا وحا لو ريبا يا لو شاندهيا معتقد كوا شاندو وحا لو شيغ يا لو شاندهيا وحي لو شيغ لما قاطو وحي تي في كسو بخي وحي جاعد لو دغاي وحي لا شيغو دم لما عبو اي والله اسك صفايا marka la safeeyo maxaa soo baxaya wax waxaan faaca iyo waxaan waafayn waxaan waafayn waa la iska daadiyaade shaadada waxa loo sameystay maxay markaad wax hufaysan maxaa wax loo hufaa waxa aad salaaday markaa ku anficmaayeen aad kaga reebto haddii shaadada marin weydo wixii ku soo mara maxaa soo baxaya in aad indhaal aan u liqdo moodo wixii ka yimid warniga xidigaha tagay haddii tiraahdo wixii ka yimid wax lagu liibaarayo ka war ninka xidigaha tagay dhaqankiisa kale hadda kaaga warrunno ninka xidigaha tagay nin baa islaamay waxa sayidadeen markaad muslimka noqotay waa arrin galbeedka kaad islaamtay waxyaabay ugu fiicnaa waa aragta maxkamada wuxuu wax kaloo dhanba hadaanan helin qurmunkaygii baan ka nabad galay yiri ma maqashay qurmunkiisu ka nabad galay yani galbeedka hadda saxarada la iskama maydo raqbay dibada ku dhalisaa walidalika been kibar ku gaxo huwado umri soo sawra marka wuxuu leeyahay marka aan islaama meeshii nadiifiyay urtay dibaban ka nabad galay insaan ka qiyaas yahna hadu waxaan ad moodaynin xamaan dhawad lay sheegay insaan talyaan iyo wuxuu ku islaamay doobil waha dabeetana wiil aljeeriya ama north africa ka yimid muslimiinta aba dharkiisa u keensada dharkiisa kiisa sariya kiisa hooseba uu geeyaa marka wuxuu baa arkaa in deegis aan xaar lahayn baa walaal maayday ninkii buu yidhi wuxuu dhiniyay wadigu su'aal ma ku weydiin karaa haa buu yidhi iyo waxaan ku weydiinayaa buu yidhi adiga maradaada sare iyo maradaada hoose waa isku mid ma hadda sameeytaa maradaada sare iyo maradaada hoose waa isku nooc ah saad sameeytaa waxa soo waramay inuu islaam yahay oo tahara qaato ayn kano yani galkani wuxuu ogyahay marada kasta ee loo keenay karaa inay xaar leedahay احد الدكاتره الصوماليين من دكتور جيولوجي دكتور قا ايان برلين يونيفرسيتي كولا كولم مركاسا لغا شيكي دقن كان من كان سو خدي وخيابا اد لا يابي سو خ كميدا اكبر بولي بروفيسور كي ماشي هو لغا دمبيهي ايان سرعني بولي حيب بو توغو دركو لا بخايو و خو ربايو دباشو مسه وراقه صحردي كو تالا دبد او نغنكس بولي انو كو استي غلي وا بروفيسور كي ماشي اذا نيك داي حتى غي حاركس كبا مشو aysoodan in marka aad u dayaxay tagay kullu shay waa tamam waxaan uga jeedaa marka waa maxay waxaad u baahantay misfaat aqliye inaad mariso misfaat diiniye inaad mariso dhaqamada westernka kaaga imanaya waxa kan ayaha akhwaan shakhsiyada qofka muslimka ee dhabta waxa soo saara waa aqeedada waa aqeedada rabbaniga oo qofku garanayo xaq uu socdo wuxuu u nool yahay aakhira inay ka dambeyso dariiqa la marayo uu garanayo لكن قف كان مسلم غير ما قرنه ومتحير وحو نول يا قرن ماي وحو دنيا كقبر يا قرن ماي ملهاب كجرا انو استوخيه مكا
مادام وقفك قراني وحو منه ليا وين اسم مشغولية بود بود عيار خمر عبد الحشاد عبد لك لعب اسوال وقت قلومي هذا انا وقت قلومي قال تكور هذا مسلم شخصية ده مسلم كما شخصية وقت قلومي صار هذا انا قال وقت قصان اللومي فاني وقت قلومي قلت رب توحى وقلومي نوى قروين قاك كعن مركة نوع وقيا لي انا وقت قلومي احنا لنا وحي نوبة هنه الهي وحو لي ولا قد ارسلنا الهي سبحانه وتعالى وحي تلمامي الرسول صادري حال صادر الرسول بالبينات وانزلنا معهم ها الكتابه والميزان رسول با صادر يبي الهي الهي سبحانه وتعالى رسول شو حال سر راعي بينات دودي دليل دودي عدينا ين حق الرب كي ما دين معجزات يا بينات بي وتن شيخ جاينا الرسول يين ارجو الهي صادر ين يهي حاي نغا ليرو سو ديبي مرك الكتاب والميزان بين الهي كتاب بريد سو ديبي هي ميزان يعني كتابك ميزانك كتر سي ميزانك كتابك كتر كوتشرا هل إنه قصير ده بمصفات كاسي موازين تاعي إنه نلاش شردم كوك اللي بعدين إنه إنه كوك على قرار إنه محال صح محال قلب محال قاعدة كرا محال قاعدة كري ما هقفك مسلم كاي ديمقراطية بان قاعدة كم بان قاعدة وحن بان قاعدة وحن وحي سياحي إنه كفارة ما وحي سياحي إنه تطوير صدى أو غرو مريا وحدي نقصان كوتشرتا فهو وحي سياحي كفارة ولذلك يا جيل كان يا جيل الصحابه وحيابه هو وين او دحايه وحا كميده مظاهر الشباب كان ضعف هيستا هي الصحابه دي محاو دحايه وحاو دحايه كلمه واحده كلمه ربعي بن عامر باو دحايه يغو حي سؤال كيين ان يهين استاذتي بروفيسورتي اقون يهندي دوني الله صادرين يهين ويا الهي دوني دا وحو صادر الرسول صواب رسول سبحان الله صادره مين ورشده سمعيان ايه مقالوه ينسان الله صادره مايا حال الله صادره هنا ابن آدم بسان ايه ما قال سان ابن آدم كلا بسان ايه ورشد الله بسان ابن آدم كلا ابن آدم كلا ورشد الله بسان ورشد واحد كمتي من منتوجات ابن آدم والله حصوصارك ابن آدم كي كمتي لكن واحد أصل كأوبا هان الله بسان حي وشخصيات دقفك بين آدم كان إلهي الرسول شوحه صادره مركا الله ما صادره إنه دختر رينور نساني إنه مصانع سميان إنه ورشد سميان إنه قرار نينو سميان الله ما صادره الرسول شوح الله صادره إنه بين آدم كان نسان دبتنا الرسول شو بين آدم بيلسان بين آدم كيبا مدنية دي حضارة دا مخامسين بين آدم كان يقو صوص هارين أي الحضارة الإسلامية إيا قوي يهند إيا وحن علمي إيا دريد كانين سلمينتو بن آدم كي سو صاري بن آدم كي الله ديساي سلمينتو تقال الله قال الله بدي دولة دولة قوة وينا طاحة كم دايد مركا الله بدي دولة دولة وقت قال دولة قوة دولة دي بيرشيا بيرشيا ما شاني مركا الله إذا أسأل كده فرص دولة دي لوري ترد البلانة كتاليسة ومركا أنا حوق بضان دولة دي بيرشيا تقال الله كد مركا أي سعودين مدو ayo ninkii madaxdaha waxay damceen war balima kan muslimiinta waxay yiinaan ogaanayo sida inuu la hadal leeyahay bal wada hadal ma furra haa bay raadeen muslimiinta farreen u dareen waxay dhaadeen cid soo dira bal aan wada hadal leh wada hadal baan u rabnaa hududda kayda kamid bal dagaal koor aw wada hadallo goob dagaal baa la joogaa waa qadisiya waaidan u hoggaaminaya sacad ibn abi waqas saxaabiga weynay loo oran jiray waa idama muslimiina oo casharatu mubashirin ay hoggaaminaya war ragii nabi maxamed dhisay bashar shakhsiyaad ku soo saaray nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam sadex nin baa midba mar loo diray taariikh ahaan kama warabaya hal nin aan kelmadiisa tilmaamaya rabci ibn caamir nin la yidhaahda loo diray rabci ibn caamir waa nin iska gaaban faras yaroo gaaban oo xagaa qowata muddo dagaal ku soo jiray haylhaylan ilaa nin intaasoo bilood oo sanado dagaal ku soo jiray nin xaraga ka muuqato maaha waran yaroo gaaban iska sita soo galay faraskiisa isagoo wata waxaa la yidhi fardahana halkaa dhigso hubka dhigo dabeeta boqorada loolama gala xageega hubkiya waxaa wuxuu yidhi boqorka anigu uma yeer uma imanin isagaa ii yeedhay haddaa ogoshinana sayda ugu tagana waan u tagay adi kalena waa iska noqoday waa caziis bi nafsi la boqor walaa suldaan buu yaqaanaa ninkaa hawdka ka yimeeda faraskiisa wataa saxaara ka soo baxay la boqor walaa suldaan cid dunida ka sarreysa waa misan ma jirto boqorka kanna waxay yidhaahdaan مقدار ميل با لو دغاي كاربت كعص با لا دغاي ده هلكان ما سو كاربت كعص ما مقشان با مدحتي دورتيدا لا دغاي كاربت كعص با ان ورن فدعه با لو دغي جيري
waran marka la turo inta waranku ku dhaco ayaa la dhigi jiray khataayifta iyo waxa kale dabeetana sariir weyn oo boqortooyadu leedahay ciidamadii iyo wixii ilaalinayay hayli wa haylmaanihi buu wataa islaweynidiisii oo dhan buu soo muujinaya ninkanina faraska yar iyo waranka yar baa ka dhaco wataa kadibna waxay yidhaahdeen wuxuu u tago oo isagaa ii yeedhay haddaa sidayna igu sii daynaysaanna waan u tegaya haddii kalena waa sii noqonaya waa loo sheegay waxa la yidhi ninkii caynkaasuu leeyahy soo daaya buu yidhi karbadka cas buu iska soo dul eriyaday faraskiisii dabeetana barkin halka taallu ku xuma soo dhaaso wuu yimi isagoo warankiisa sita ninkii wuxuu ku yidhi war maxaa idin soo saaray nimayow haddii meel saxaaro oo engegana ka timaadeen oo gaajo iyo mushkiladaydan haysato aan xoolo idiin rara buu leeyahy naga noqda meeshiinaanu idinku nimcaynaynaaye maxaa idin soo saaray buu leeyahy wuxuu ugu jawaabay wixii u filaya waxaan ahayn wuxuu yidhi allahu ibtacathana linukhrija man shaa min cibaadati alcibaadi ilaa cibaadati illahi waxda wa min dayqi dunya ila sicatiha wa min jawri ladyaani ila cadli alislaam ilaahay baana soo bixiyey buu yihi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas buday taagan yihin annaga allahu ibtacathana buu yidhi maxaa idin soo saaray hadduu arrinku yahay ilaahay baa annagana soo saaray buu yidhi waxaana naloo soo saaray dadkan dadka addoomaysta inaanu ka saarno dadku rabbigood ay addoomo u wada noqdaan dadka inaanu xoraynaa baan u nimi buu leeyahy rabciy ibnu caamir aniga muhiimadaydu waxa weeyaan buu leeyahy inaan insaanka xor ka dhigo xor rabbigii caabuda inaan ka dhigo saasaan u socdaa buu leeyahy oo addoonsigan boqortooyooyinkiin iyo waxaan ku haysaan inaan ka bedelo marka waxaan u yimi buu yidhi dadka inaan iscaabudaya inaan kala xoreeyo oo dadku ay rabbigood xor wada noqdaan waxaan kaloo u soo baxnay buu leeyahy inaan adduunka cidhiidhigiisa ka saaro aakhiriyo adduun ballaadhkeeda aan geeyo adduunka kee cidhiidhi ku jira labada calaa miqyaasi dunawi haddaad ku eegto ninkan kaarbed casba u yaalo sariirtii boqortooyuu haystaa waxaan oo dhan wadda dhan buu ka taliya waa janan waa kaa waa rusta ninkanina faras iyo labada heeliya uu xidhan yahay iyo warankaasu sitaa haddana wuxuu aaminsanya wuxuu leeyahy adduunka cidhiidhigiisaan kaa saaraya ninkaaga kan adduunka cidhiidhigiisaan kaa saaraya waxaan kuu saaraya maxay ballaca adduun baan kuu saaraya adduunku waa waxaad ka sawirato ee maaha wax hortaada yaalla maxay hortaada yaalla waxba ma tara qofka mu'minka ahi waa haniyu nafs alghina ghina nafsi soo nebigu ma odhan calayhi salaatu wasalaam qofkani waa hani sidiisuu u yahay waxoogaagan yar bini aadamku gacanta ku haya waxba uma arko adduunka iyo aakhiraba sacadeedaan ku geynaya buu leeyay wuxuu u arkaa sacadu inay aakhire iyo janno iyo daarusalaam iyo daarulqaraar iyo jannaatu naciimka inay aakhire jirto iyo meesha aan lagu dhimane dhallinyaro lagu yahay inay xaggaa tahay marka meesha ballaceedaan ku geynaya buu leeyay xidhiidhigeedana waan kaa saaraya waxaan kaloo kaa kaxaynaya buu leeyahy dulmiga iyo jawrka diimahu ay ku hayaan bini aadamka iyo dhaqamadu waxaana kuu saaraya cadaaladda islaamka anigu warkaasaan wadaa buu leeyay isagu wuxuu ka fakerayaa dhaqaale idinsiiya iyo baab kale u ka fakeray idan ambiyadu waxay u timi inay shakhsiyad sameeyaan bini aadam inay abuuraan diimuhu markaa kama waramaan sine ilaahay inooma soo dejin kutub ah maxay chemistry iyo biology iyo baabkaasi bini aadamka caqli la siiyey chemistry iyo biologyga isagu ka warkeeni kara laakiin waxaa la soo dejiyey rusul soo saarta bini aadamka wax ka dhiga adduunkuna maanta loolankaasi ku jiraa walidalik ayaa waxa uu tilmaamaya nixon ma maqasheen gaalkii la odhan jiray maraykanka ka talin jiray madaxweynihii maraykanka nixon la odhan jiray buug buu leeyahy la yidhaahdo intahsu lfursa buugu qoray buuggiisa markuu maraykan buu markaa istraatiijiyaad u dejinaya wuxuu leeyahay maraykan uguma cabsanaya buu yidhi darba nawawiya in nuclear weapon caalamka shuuciga ay ku dhuftaan maraykan ugama baqaya buu leeyahy walaakinana buu leeyahy waa madaxweynihii maraykanka naqsha alislaama walxarb alcaqaa'idiya alati taqdi cala alhuwiya aldaatiya lilgharbi buu leeyahy buug dhan oo madaxweyne wadan qorayo istraatiijiyaadka wadanka uu ka warramayo waxaan ka cabsi qabnaa buu leeyahy dagaal diimeedka muslimiintu ay wadaan ee dhaqanka iyo identityga reer galbeedka bedelaya buu leeyay aniga kaas weeyaan buu leeyay cabsidaydu ee cabsidaydu nuclear weapon-ka maaha kii hore markuu caynka lahaa clinton baa ka dambeeyo hadlaya wuxuu leeyahy america waxay rumaysantahay buu yidhi qiyamkeedu valueskeedu
إني بني آدم كوردان أصوبانته ولذلك وحان دريمي نابولي إني واجب إني صارنتهي ضدك إني نويسو أكيسينه كلينتا وحو كفكر يا مركا يسي لويني دي سدولي دي نساقوا كاتا سيدا مرايك وكو فكر دقا كيسي عين كاسي يا مال يا حوق يا استراتيجية بوتاك مرايك وكو بحنا يا سيدوني دا كلاي وكاتا فأي هدادو أكاتا طبع بادو نغانيسا أدوكو عين كاسو سكو هيا جاد الحق جاد الحق جاد الحق سوى قرر ميسان الشيخ الأزهر الشيخ يقول في عنيدة زرين رجل يقول دم دبي يقول مدها إله ونحرسته جاد الحق نوحي لي إن البحث عن هوية أخرى للأمة الإسلامية خيانة كبرى وجناية عظمى بولي بعد قوب كلوب بعد قوب يقولي أمد مسلمين تا أيدنتتي هوية هي شخصية كله وخيانة وين هي الدنب وين أمد يدير تبا لقى قلي بولي إلهي الرسول كيسنا وحيري بولي حديث صحيح مسلم أمرك أدل شنيا إلهي الرسول كينا وحيري من غير منال الأرض لعن الله من غير منال الأرض إلهي الرسول كيسنا وحيري الله أن عضلو كقدية ملكة المامه وضطك ضطك بيره ديو حالا إذا ذاين سياسسكو ديو انتو دكو قوره ون حالكي لسكو غا علامة دور دحيسة هين واقع دمات كسو مريسو إساو غاي حقا كلا علامة دي ديو أيو نبي محمد عضلا يا دمتنا وحو لأي هاي رسول كي نبي محمد هانا وحو الله عنا ذالي ملك علامة ديه سعيدة جديدة بل كورن أمت من ضطك علامة ديه غرضا إليه جديا أمة إسلامية أو شخصية يا إيران تطيق يا ضدنمو يا عقيدة يا دين لها أيها الأحبة حلينا أديك سدي وحا الشخصية اللي يدينا يا وحوي يعني عقيدة دين يا ضعيفتي على شيء علم يقول للسمية يعني وحي علمية يا وحكال على سقص جامعات كوحا لقول لها ما وضعها علمي قيبة ضمبا تدويب كواحد لغة سمية ولذلك واحد العلماء هندي يبا وحيري فرعون عقل حمد يسيبو يري فرعون بولي عقل حمد فرعون حكم قاطم حوها مركي اللي يري مغرق سقاقا نيرو رب من إسرائيل كاتوري دونا سحرة دي سيبو كنسي مركو يري عدين حكم دو قاطيا رب من إسرائيل نانينا مردالين سماهين ويدوحي عرورة يدالان دلع دبتنا وذات كان يوحو ليه عقل حمد فرعون بيوري بل انتو رير بل اسرائيل عروتو هذا ليني مو كل يدا وفر بيوري كواسون بابا دلال هاي عقل قودة بدل هاي انو وقت اقيا كليات كوين ايهين محي مال لغو دلالية عقوشة دلالية رضا كليات كجامعات كو ومال علمي قال لغو برطو اسلام مركانا ومال مقارك اللي اسكاقسي بو هرق عبد غيسوه يالا سابا وفاهمي كاريسا يعني وتصميم آبار المعرفة وحل السميي علكي بيها علمي قال لك دوران لها أيال السميي والسيطرة دا عالمي قال ثقافة دا لا تي في لا تيليفيشن لا محالة دا شرامة لا ورباهين لا جرائد لا كار لفافين ايو وافافكن كالي لفافين ايو قالت كنا مانتا لقد دقائي مانتا هرجي سنة كشوجا هدو دور مدو إنجليزي الشيء كروا يو واركينو دقة كذا بعيو وده ديو وبين بس كذا لقدر جاي لغة عربية لقدر جاي لغة دي دين يا ربي وكتاب كيس يكسر ده شيء لا أحس كان ربنا طال شرنا عصبها لا إله ذي وخرافات الله يسوع صلى الله عليه وسلم ومد والبل يسكت ده قومية طبعا الله يليه هو يكله نقول خلا قضاء حلقة قضاء إنه وبيضا دي هرى أي أي عبد الكرتية وحلقو صوصارة إيا ما لها لقد قضى الله إذا هدقا قين يهديني واكن مساري دا فرعون إيا وحبا الله قضى تركيقا طورانيين إيا وحبا الله قضى عراق مسوبتامينية وشام فينيقيين إيا وحبا الله قضى كل جربة اللي آثار با الله قضى يا آثار طوان بوي دي تلقاقا سارو وين قدا أبترسين تادي هرى حلقا يكشا إمكا إنكا بير قال يا ميلا هم بالاينو قضى سوما ترسين هرى اللي نور رادين يا أبوية دي هرى ماشي دقي كري وحي عبد الشري حال لمدة تمسيخ الله ينقوه ده استغطاب المرأة المسلمة قبضا المسلمة دي الله سيوه ده ونا حقا الله وضه
ila de imgowa maqleysin distoorada Soomaaliya loo sameeyay waxa ka kooto dumar ka hal siiyo boqolkiiba sodon distoorada dabxii ugu qori waayeen boqolkiiba sodon dumar ka hal siiyo haday wuxuu wax wanaagsan tahay Mareykanku muxuu qoran waayay distoorkiisa boqolkiiba sodon hal siiyo tay wax wanaagsan tahay muxuu ugu qoran waayay Ingiriisku boqolkiiba sodon hal siiyo dumarka xaf Faransiisku sii waayay duwal ee Yurub ee Garbiya maxaa loogu qori waayay dasaatiirtooda 30% hal siiyo kuma jirto si loolanta way soo gaadhaa laakiin kuma jirto waxaa keenay ummad in la yidhaahdo ilowba ilow intaasi waa inay dumar roodaa maxaa kabaasatigan dumarka la xaqooda la dumay dumarka caynka la yeelay dumarka caynka la yeelay oo rag madlumayn meesha ma joogaan miyaa ama masaakiin ama dad baahan ma caynka taa macnaheedu maaha in islaamku leeyahay dumarka la dulmiyo islaamka ilaahay baa xuquuqda bixiya ragguna ma bixiyo dumarkuna ma bixiya haddaynu ilaahay raacno ilaahay baa cid walba xaqeeda siiya idan dumarna ma soo xadgudbaya ragna ma xadgudbi karo waa xuquuq haabita oo rabbu samaawaati wal ardi uu bixiyo waa muslimiinta oo lagu mashquuliya tarfiih hadaka si caalam islaami wixii huwiyada dhisi lahaana waa laga tegaya si loo qabto olombiyaadka dunida iyo caalamkeeda iyo garoomo kubadeed iyo waxa kan iyo madaahir baa la dhisayaa walaa wadan warshad yaro hub lagu samaysta dhisay laakiin wada leh waliba allah boqol oo daruuro kubadda cagta lagu cayaaro milyan qof qaada buu samaynayaa madaahirta waxaa ka mid ah lumitaanka keensaday in diinta laynoogu kala qaybiyo lub iyo qushuur in lagu yidhaahdo waxna waa asalka diinta waa iska sunna iyo manduub iyo waa qushuurtii sare waa dawaahirta sare waxaasi dhib ma lehe asalka xajiso muslim mar haddaad tahay aad madaxa yara xirxirti haddaad suraad daba jeexan qaadato waa muslim kii un baahtay waa nin ragaad weli tahay marka waxna waxaa laga dhigay inay madaahir iska liidata tahay waxna waxaa laga dhigay inay tahay maxay lub war diintu lub iyo qushuur ma kale diintu waa diin xagga alla ka tib qofka mu'minka inuu iyada dhammaanteed ku faano shakhsiyada muslimkii marka kow waa shakhsiya iimaan iyo itmi'naan leh الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وشخصيا لا شر لك أو سغن أو إلهي جدك سر لك هذا وحسيتي هذا وحسنبا وأن قلق يضراب يحيران يوريفتون كتر رضي الله عنهم ورضوا عنه هي ذلك لمن خشي رب اتكستو إلهي كعبستنا وإلهي ذيارك كان رضا عجبا لامر المؤمن بنبغة المامي رضا مؤمنك يا بيلاد هدو وحيستا يا دان وحيسان مر والبا وقف حسان ودك شخصية دا مسلم كما كان وشخصية ثابتة أن تغير كل عين وشخصية هنصا وإلهي كنتي سهيسته قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم سماتك يا علاماتك إلى هيد شخصية إسلامية بدن كما ورمين مقاوماتك إلى هيد نين بدن كما ورمين لكن وحن ورك يا بدينا تلمامه إن يتهي محل المعركة بين الدول والأمم إن يتهي شخصياتك سيدا الله قالب كذا الله سبيني دات كان إذن كأوا قويها نمرت أردي جامعة ديتي جامعات كتشرة وحبر الشوضة استقبل قال الرجين أيوه inay dadkan dadkii hagi lahaa ay ku jiraan idan waxaadka uu muhiimkii waxa weeyaan inaa shakhsiyadiina ilaashataan iyo identity-gina iyo waxa ku faanaysa iyo dadnimadiina iyo islaamnimadiina inaanay noqonin waxa ka faanta waxa baranaysaana inaa misfaadkaasi caqliga ee diiniga marisa waxa baranaysaana inaa huftaan oo shaandada islaamku waa shaandho loogu tala galay inaad waa miisaan khabiidka iyo tayibka lagu kala soco khabiidka iyo tayibka waa miisaan lagu kala soco haddaanad miisaankaba haysan ka warra waxba kala sooci karays ninkaan shaandho haysani muxuu kala sooci khabta cashwaa waa inuu socdaadeen gudhur waa inaad guddaa markaa idan islaamnimadiina nabarta baan idilayay sababta u baranaysaan waxa weeyaan adigoo takhasuskaaga wata هدو سياسية هدو اقتصادية هدو بيولوجية هدو دكتورنمية هدو كيمستري هدو تخصص كاغا وطا سلام لماذا هذا برو ويا سلام لماذا هذا وحي نغونيسا وميزان كي
أما مصفات كيا كوكلا سواعي سي نولش لما أنت واحد براني سيا واحد لكل مسيا واحد مغلسه إيه واحد لقوش يا جيبا وميزان كوكلا سواعي سي إلهي نوح مكبر يا سبحانه وتعالى إذن كيا أنا قبير حقين ولا وافتشيه إنه أنا قد قد ضد السلام كودا قطة وصنادة صراط مستقيم كا كو إلهي سبحانه وتعالى وكتو سيه كو كلا قرت حق يا باطل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.